من جبل الزيتون في مدينة أورشليم القدس، سنواصل دراستنا وحديثنا في إنجيل متى، إنجيل يسوع الملك. وفي هذه الحلقة سوف نتحدث عن تجربة المسيح. واخترت هذه المقدمة من هذا المكان، من جبل الزيتون، لأن هذا المكان يطل ويشرف على المدينة المقدسة، مدينة أورشليم القدس. طبعاً البلدة القديمة من خلفي، أسوار أورشليم، كنيسة القيامة، وادي قدرون في أسفل الوادي، بستان جتسماني. ولأن المسيح تجرب في هذه المدينة، هنا في بستان جتسماني كان يصارع التجربة وقال: إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وهنا أيضاً على الصليب قال له: انزل عن الصليب فنؤمن بك. تجرب المسيح في هذه المدينة. لكن في هذه الحلقة سوف نذهب أولاً إلى وادي قلط، إلى الصحراء، لنتحدث عن التجربة الأولى، ثم سنرجع إلى وادي قدرون بجانب جناح الهيكل العظيم لنواصل حديثنا عن التجربة. سنعود بعد قليل. ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، وبعدما صام 40 نهاراً و40 ليلة جاع أخيراً. فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزاً. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. من منطقة الصحراء، من وادي قلط، سأتحدث عن تجربة المسيح وسنواصل دراستنا في إنجيل متى. الصحراء طبعا هي أرض قاحلة جرداء، لكن تخرج من الصحراء رجال الله الذين وقفوا وتكلموا بكلام الله، مثل إيليا النبي وداود الملك. على أغلب الظن أنه صار في هذا المكان. وطبعا في العهد الجديد وما بعد العهد الجديد نساك كثيرون الذين تركوا حياة المدن وتركوا حياة الراحة والرفاهية لكي يختلوا بالرب ويصلوا ويعيشوا حياة الزهد والتنسك في هذا المكان. نقرأ طبعا في إنجيل متى أنه بعدما اعتمد يسوع المسيح على يدي يوحنا في نهر الأردن، أصعد من الروح ليجرب في البرية، لأن المسيح كان ينقاد بروح الله وجاء لكي يفعل مشيئة الله. طبعا في فترة العهد الجديد كان في بدعة اسمها بدعة الغنوصية، التي كانت تؤمن أن كل مادة هي شر. فبما أن المسيح جاع وعطش لأنه صام، فلا بد أن يكون جسد أو إنسان. لكن بالواقع أن كل هذه التجربة إن عبرت عن شيء، تعبر عن شخص المسيح الكامل، الإنسان الكامل الذي جاء ليتجرب في هذه الصحراء الخطيرة المحفوفة بالمخاطر، ومكان صعب جدا، شمس حارقة بدون ماء ولا طعام. فصام فترة 40 يوم بدون ماء وبدون أكل، وأخيرا جاء المجرب أي إبليس الشيطان ليجرب الرب يسوع. في هذا الإصحاح بيتحدث عن 3 تجارب، لكن ما أريد أن أبتدئ
به بالقول أحبائي إنه المسيح نعم إنسان كامل لكنه تجرب مثلنا ما عدا الخطية، فجاء المسيح ليجرب في هذا المكان. التجربة الأولى لأنه جاع بعد 40 يوم، جاء إبليس وقال له إن كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير خبزا، وطبعا استخدم الحاجة الموجودة في الصحراء لأنه كما ترون حجارة كثيرة أو بالواقع كلها حجارة من حولي. فإذا أنت ابن الله، الشخص الذي تدعي أنك جئت من السماء، أنت كلمة الله وتستطيع أن تصنع المعجزات الخارقة، قل لهذه الحجارة أن تصير خبزا. لكن المسيح أحبائي لم يفعل أي معجزة لمنفعته الشخصية، وهذه التجربة الأولى كانت يحاول بها إبليس يستخدم الشهوة ورغبة الجسد والاحتياج، أي أن المسيح جاع وعطش وهذا حق أنه ينبغي أن يأكل. لكن لا نرى في العهد الجديد أن المسيح صنع أي معجزة لمنفعته الشخصية. فأجاب المسيح وقال للشيطان مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يوجد هدف أسمى وأعظم من أنه مجرد أن تأكل أو تشرب أو احتياجات الجسد، إن احتياجات النفس هي أهم، فالنفس تحتاج إلى كلمة الله، والله هو الوحيد الذي يشبع النفس، والنفس هي خالدة وأبدية. ولاحظوا أحبائي من خلال هذه التجربة تشعر معي وتحس بمكر إبليس وخداع إبليس وحقد إبليس وكراهية إبليس ليسوع المسيح. فكل موضوع التجارب هو تعطيل المسيح أن يذهب إلى الصليب ليخلص البشرية جمعاء. فطلب من يسوع أنه يستخدم الأمور الموجودة حتى يشبع رغباته ويشبع جسده ويشبع أيضا شهواته. إبليس مكتوب عنه أنه هو المجرب، هو المشكك، هو المشتكي، يستخدم وسائل كثيرة لكي يبتلعنا. يقول عنه الكتاب أنه يغربل، يقول عنه الكتاب أنه يجول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه، ويقول عنه الكتاب أيضا أنه يحاول أن يحبط الناس بالخوف والإذلال والعبودية القاسية. ثم إبليس أحبائي هو رئيس هذا الدهر أو رئيس هذا العالم، رئيس أجناد الشر الروحية، وهو سيد قاسي متسلط، وهو الشيطان المشتكي على الإخوة ليلا ونهارا. وأحيانا إبليس يظهر كملاك نور بواسطة الضلالات والخدع والديانات المزيفة. فقال للمسيح أن يحول الحجارة إلى خبز، لكن المسيح هزمه هزيمة ساحقة وقال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. فنلاحظ أن المسيح انتصر عليه في هذه التجربة. أعزائي من مكان الصحراء سوف نذهب إلى المكان الآخر، إلى منطقة قدرون أو وادي قدرون بقرب جناح الهيكل لأتحدث عن بقية التجارب. سنعود بعد قليل. لقد حاول إبليس دائما أن يدمر السيد المسيح، فحاول أن يقتله وقت ميلاده ولكن الله أنقذه، وحاول أن يسقطه في الخطية ليدمر رسالته كنبي وكمخلص للبشر، ولكن المسيح انتصر عليه في تجاربه الثلاث. وأعتقد أن السبب الذي جعل المسيح ينتصر هو شخصه الكريم، وليؤكد لنا أننا قادرون أن نغلب الخطية، ويقول لنا في الوعد الإلهي ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم.
فسننال قوة لننتصر على الخطية ولنغلب المجرب. يمكن أن يرفض الإنسان السقوط في خطاياه. من بعد ما طلب الشيطان من يسوع أن يستخدم قوته الإلهية لسد حاجاته الشخصية، أي بكلمات أخرى طلب من يسوع المسيح أن يكون مستقل كل الاستقلال عن إرادة الله الآب، فشل إبليس في هذه التجربة. فطبعا يقول كتاب أنه جاء بالمسيح إلى هنا، إلى هذه المنطقة، وادي قدرون، وبالتحديد إلى جناح الهيكل العظيم. جناح الهيكل هو أعلى نقطة من الهيكل، يرتفع 500 قدم، الذي يطل فوق وادي قدرون. أنا موجود في وادي قدرون، هذا الوادي الذي يفصل جبل الزيتون عن البلدة القديمة، وطبعا خلف نصب أبشالوم، ومن خلفه قبر حزقية، لأن هذه مقبرة قديمة. جاء به إلى أعلى مكان، إلى جناح الهيكل. في هذا المكان كان يأتي الكاهن ويضرب بالبوق ليعلن عن الذبيحة الصباحية، وبهذا تجتمع الجماهير حول هذا المكان. فجاء الشيطان بيسوع المسيح إلى جناح الهيكل وطلب منه طلب غريب من نوعه، طلب من يسوع أن يطرح نفسه إلى أسفل. والشيء الأغرب أنه استخدم آية من الكتاب المقدس، من مزمور 91 مكتوب: لأنه يوصي ملائكته بك يحفظوك لألا تصدم بحجر رجلك. طبعا لم يقتبس كل الآية، لم يقل في جميع طرقك، لأن الله يحافظ على الإنسان، لكن أساء استخدام هذه الآية. وطبعا هذه التجربة صعبة جدا. إذا كانت التجربة الأولى لمنفعة شخصية، فالتجربة الثانية كانت لربح شخصي، طلب من يسوع أن يربح شخصيا، أي أن يدهش الناس بمعجزة خارقة حتى تؤمن بك أنك أنت ابن الله، وأنت جئت من السماء، لماذا تنتظر الصليب؟ الآن اطرح نفسك إلى أسفل وخلي كل هذه الجماهير تآمن بك. تجربة خبيثة جدا، لكن المسيح كان يعرف إبليس، كان يعرف حيل وخطط إبليس. أجابه بالمكتوب، قال: مكتوب لا تجرب الرب إلهك. وطبعا هذه التجربة صعبة، لأنه كثير من الناس الذين ادعوا النبوة وادعوا أنهم مسحاء كانوا مسحاء كذبة. كشخص أراد أن يقفز من هذا الجناح ليعلن للناس أنه المسيح لكنه مات، وشخص آخر حاول أن يشق الأردن ثم مات، وهكذا محاولات كثيرة لكي يثبتوا أنهم مسحاء لكنهم فشلوا. فأراد إبليس أن يظهر للناس أن إذا أنت المسيح اربح الآن شخصيا، دع الناس تؤمن بك، لماذا لا تطير؟ إنه منظر رائع جميل فوق هذا الوادي العظيم. لكن المسيح أجابه بالمكتوب وهزم إبليس في التجربة الثانية. ثم التجربة الثالثة أحبائي، أنه أخذ المسيح إلى جبل عالي في منطقة، طبعا وادي قلت، هناك بجانب أريحة يوجد جبل عالي، وقال للمسيح، طلب من يسوع طلب وقح جدا، قال له: أعطيك كل هذه إن سجدت لي. لكن المسيح أجابه أيضا بالمكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. الغريب أن الشيطان جرب المسيح بعد قمة وروعة اختبار المسيح المعمودية في نهر الأردن، عندما سمع المسيح صوت الله الآب: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، يعني موضوع سرور ومسرة الآب وسماع صوت الآب، لأنه جاء ليفعل مشيئة الآب. من هذا نكتشف أحبائي أنه إبليس عنده قوة لكن لا يمتلك كل القوة، لكن من البدء كان عنده كبرياء. من البدء هو يقول عن الكتاب أنه لوسيفر الذي حاول أن يجعل أو يضع كرسيه فوق كرسي الله، لأنه كان متكبر متعجرف متغطرس، فسخطوا الله وطردوا من الجنة. الشيء الجميل أحبائي في هذه التجارب أنه يسوع كان يتحرك بقوة الروح القدس،
وكان يتحرك أيضا بقوة الكلمة، كان دائما يستخدم الكلمة. ولم يكن التلاميذ مع يسوع في التجربة، لكن على الأرجح إنه المسيح خبر التلاميذ عن هذا الحدث العظيم لكي يشرك التلاميذ باختباراته الروحية العظيمة. فالسؤال، لماذا تجرب المسيح؟ تجرب أولا ليظهر لنا طبيعة إبليس. إبليس جاء ليهلك أنفس الناس، وجاء ليعطل مقاصد الله. ثانيا ليظهر إنسانية يسوع. يسوع كان إنسانا كاملا، تألم، تجرب، يستطيع أن يعين المجربين. الشيء الثالث، يرينا خبرة يسوع. يسوع يعرف تجاربنا لأنه مر بها، يشاركنا بكل شيء. أحبائي، تجارب يسوع هي تجارب كثيرة، ليست فقط في البرية. يسوع انتصر على كل التجارب، انتصر في هذه التجارب في البرية، انتصر عن نفسه لكي يهزم إبليس، لأنه أبونا الأول آدم فشل في الجنة في القديم، فانتصر يسوع على إبليس، ثم انتصر على الصليب، لأن الكتاب يقول جرد الرؤساء والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، يعني فضح إبليس ومملكته، ثم انتصر في القيامة لكي يعطينا أن نشغل وأن نفعل تلك النصرة ونستخدمها لننتصر على كل مكايد إبليس. ثم تجرب أحبائي، لأن الكتاب يقول يقدر أن يعين المجربين، يرثي لضعفاتنا، يعرف جبلتنا، يهتم بنا، وهو الآن في السماء هو الشفيع الذي يشفع فينا وعنا. هذه التجارب كانت لأغراض أنانية، لكسب التقدير والشعبية، للتساهل، للوصول إلى الملكوت والمجد بطريق سهل وليس عن طريق الصليب. لكن المسيح انتصر في جميع هذه التجارب. يقول كتاب لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، هذا ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الآب هذا يثبت إلى الأبد. تذكر عندما تجرب مكتوب لم تصبكم تجربة إلا بشرية، لكن الله أمين وقادر أن لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل يجعل مع التجربة المنفذ المناسب لكي تقدروا أن تحتملوا. ثم أحبائي، تذكر أن الله لا يجرب بالشر. مكتوب لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، والشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. نعم، إن الشيطان الذي يجرب بالشر، لكن الله يمتحن الإيمان لكي يرفعنا ويشددنا ويقوينا. عندما تمر بالتجارب والآلام، تذكر أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. فإذا ينبغي أولا أن تؤمن بيسوع، امتلئ بالروح القدس، امتلئ بكلام الله، بكلمة يسوع، استخدم اسم يسوع، واحتمي في شخص يسوع لكي تحتمي من مكايد إبليس ومحاولات إبليس الشريرة، وبهذا تحصل على نصرة يسوع المسيح في حياتك. في الحلقة القادمة من برنامج إنجيل يسوع الملك سوف نتحدث عن خدمة السيد المسيح. سعدنا جدا لمشاهدتك حلقة من حلقات نور الحياة في برنامجنا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو إن كنت تود الحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك أن تكتب إلينا على العنوان التالي لنور الحياة: صندوق بريد PO Box 30030 Toronto Ontario M6B4J2 كندا. يمكنك أيضا الاتصال بنا تلفونيا من جميع أنحاء العالم على الرقم 001-905-335-1534.
أو اكتب لنا على البريد الإلكتروني info@lfan.com. الرجاء أن تذكر عنوان أو موضوع حلقة نور الحياة عند الاتصال بنا.